السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في قناتي يومياتي أنا وبناتي. قبل ما نبدأ الفيديو هنبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا النهاردة هعمل لكم طريقة عمل كفتة الفراخ زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. أول حاجة هبدأ بيها أقول لكم على المقادير. عندي نص كيلو صدور فراخ أنا فرماها في الكبة ناعم زي ما انتم شايفين، عندي قطعة لية فرماها ناعم، عندي التوابل بتاعتنا معلقتين كبار بصمات، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه توابل فراخ، نص معلقه بابريكا، معلقه كبيره ملح، نص معلقه سبع بهارات، معلقه كبيره ثوم مفروم، ثلاث معالق كزبره خضراء انا واخده الورق فرماها ناعم زي ما انتم شايفين، عندي بصله متوسطه انا حطها في المصفايه عشان تنزل الميه بتاعتها، انا الميه مش هرميها انا هصبع بها الكفته. اول حاجه هبدا بيها انا هضيف كل المكونات دي في بوله اهو زي ما حضراتكم شايفين، واضيف اللية اهو. طبعا اللية بتدي للكفتة طعم جميل وريحة حلوة. واضيف التوابل، والكزبرة المفرومة، والثوم المفروم، وعند البصل اللي انا مصفية منه المية بتاعته زي ما حضراتكم شايفين اهو، اهم حاجه نصفوه كويس من الميه بتاعته زي ما حضراتكم شايفين اهو. هقلب كل المكونات دي مع بعض. طبعا لو لقيتوا الكفته لسه طريه معاكم هتضيفوا لها معلقه بصمات تاني، اهم حاجة يكون الخليط بتاعنا يكون متماسك زي ما انت هتشوفوه دلوقتي ان شاء الله. ورجعت لكم تاني بعد ما عجنت الكفتة كويس زي ما حضراتكم شايفين، وبقى معانا بالقوام اللي حضراتكم شايفينه ده، اهم حاجة نعجنه كويس. ولو لقيتوه لسه بيلزق معاكم هتضيفوا معلقة كبيرة بصمات زي ما انتم شايفين. طبعا انا هسيبه يرتاح لمدة نص ساعة في التلاجة علشان اول ما اجي اصبعه ما يفكش مننا، وهرجع لكم ان شاء الله بعد نص ساعة. ورجعت لكم تاني بعد ما خرجت الكفته من الثلاجه وسبتها لمده نص ساعه زي ما انا قلت لكم. انا عندي ميه البصل هضيف عليها دلوقتي معلقه زيت اهو زي ما حضراتكم شايفين، وعندي العيدان بتاعه الشاش طاووق اهي، طبعا دي انا نقعتها لمده نص ساعه في ميه سخن علشان اول ما اصبع عليها الكفته ما تتحرقش معانا. هبتدي دلوقتي ان انا اصبع الكفته معاكم. اول حاجه هبل ايدي من ميه البصل والزيت اهو زي ما انتم شايفين، وهاخد قطعه من الكفته اهي اهو زي ما حضراتكم شايفين. لو حسيتوا ان الكفته بتلزق معاكم هتبل ايدكم من ميه البصل اهو زي ما انتم شايفين، هنضغط عليها كويس عشان احنا بنسويها ما تفكش معانا، بيت معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هبل ايدي الاول في ميه البصل زي ما انتم شايفين اهو، جربوها بنفس الطريقة وان شاء الله هتعجبكم، والطريقة سهلة زي ما انت شفت اهو ومش مكلفة خالص اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا هخلص الكمية بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد ما صبعت كل كمية الكفتة زي ما حضراتكم شايفين. شايفين نص الكيلو عامل معانا كمية قد ايه. هي في طريقتين لسوى الكفتة، اول طريقة يا اما هتحطوهم في صينية وهتدخلهم الفرن يستوي، يا اما هتحمرهم على الجريل على النار، ولو مش متوفر الجريل هتجيبوا طاسة وهتعملوا بنفس الطريقة زي ما انا هعمل دلوقتي. انا طبعا هحمره على الجريل زي ما انت هتشوفوا دلوقتي. اول حاجة هسخن الجريل على النار، انا عندي الجريل على النار زي ما انت شايفين، ودهنت ودهنة بسيطة من الزيت
اهم حاجه تكون الطاسه سخنه معانا والزيت سخن معانا. هبتدي دلوقتي ان انا ارص الكفته اهو زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تكون النار متوسطه معانا علشان الكفته تستوي معانا من جوه. انا هسيب الكفته على النار زي ما انتم شايفين لحد ما تاخد لون معانا من تحت، وبعدين اقلبها على الناحيه الثانيه. اهو ابتدى يحمر معانا من تحت زي ما انتم شايفين اهو. الكفته خدت لون من تحت زي ما انتم شايفين اهو، هقلبها على الناحيه الثانيه. اهو زي ما حضراتكم شايفين انا هفضل اقلب فيها في كل الجناب علشان خاطر تحمر من الجهات كلها زي ما انتم شايفين اهو. انا عندي ميه البصل اللي انا صبعت بيها الكفته زي ما انتم شايفين، انا هلمع بيها الكفته من فوق اهو. الطريقه دي بتخلي الكفته شكلها ملمع معانا اهو زي ما انتم شايفين. كل ما تقلبوا الكفته كل ما هتعملوا بنفس الطريقه كده. هقلبها على الجنب زي ما انتم شايفين، هنفضل نقلب فيها من كل الجهات اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. الكفته احمرت معانا من كل الجوانب زي ما انتم شايفين اهي، زي ما حضراتكم شايفين. انا هخرجه دلوقتي وهحمر الكميه الثانيه بنفس الطريقه، وان شاء الله هرجع لكم اقدمه لكم في طبق التزيين. ورجعت لكم تاني بعد ما حمرت كل كميه الكفته زي ما حضراتكم شايفين. شايفين الشكل جميل ازاي والريحه تحفه اهو زي ما حضراتكم شايفين. جربوها بنفس الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدوس على اللايك والشير والسبسكرايب وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.